أم كلثوم بالمعنى الرسمي للتعليم لا تعتبر متعلمة، لكنها بالمعنى الحضاري للثقافة هي مثقفة ومثقفة. وبالتالي أم كلثوم إذا كان قد أتيح لها في عالم القرية القدر الأولي الذي كان يسمى في القرية التعليم الإلزامي أو مدرسة القرية أو التعليم البسيط جدا، أو لم يتح لها فقد تعلمته من خلال كتاب القرية وحفظ القرآن الكريم. لكن أم كلثوم هذه نفسها لا يمر عليها وقت طويل حتى تكون علاقتها مع الكلمة الفصحى كأساتذة الفصحى، تحاور الشعراء وتجادل الشعراء وتغير ما لا يعجبها من كلام الشعراء، ووراء هذا التغيير إحساس وذوق نادر. وسأضرب في سياق حديثي أمثلة لهذه الظاهرة، لكن هناك شيء آخر، هو أنها أيضا تلتفت إلى أهمية اللغة الأجنبية وتكتب بالفرنسية. وقد رأيت بعيني عينات من رسائل أم كلثوم في كثير من المناسبات مكتوبة باللغة الفرنسية. إذن هذه الفلاحة المصرية البسيطة استطاعت بالدأب وبالمثابرة وبالحس وبالموهبة وبالقدرة أن تصل إلى أن تصبح على قمة المجتمع الثقافي والفني والحضاري، سواء في أسلوب التعامل مع الآخرين أو مع الكلمة أو مع النغم أو مع الإحساس، لأن الإحساس أيضا ثقافة والإحساس يثقف، وثقافة الإحساس تبدأ بثقافة الحواس، تبدأ بثقافة العين وثقافة الأذن وثقافة اللمس وثقافة كل ما لدينا من وسائل حسية، ثم ترقى في أعلى مستوياتها لتصبح ثقافة الإحساس. فنقول هذا إحساس مثقف، ليس فقط مرهف، وإنما أيضا لأن الإرهاف هو الاستجابة العفوية البسيطة لأي مؤثر، لكن الإحساس المثقف هو الإحساس الذي يربطك بكل ما في الحياة من مؤثرات ويجعلك تصل إلى عمق التأثير الكيميائي في اللحظة نفسها. أم كلثوم أتيح لها شيء آخر برز في أدائها للشعر وللقصيدة المغنى. الأداء القرآني يتيح للقارئ المجود القفلة، والقفلة هي منطقة الختام عند القارئ التي يصل فيها بقدرته ما بين طبقتي القرار والجواب، صعودا وهبوطا على المقام أو في انتقالاته من مقام إلى مقام، ليؤدي قفلة صوتية معينة الناس بعدها تتفجر إعجابا. وعندما نرجع إلى شرائط الشيخ مصطفى إسماعيل ونظرائه من المؤدين الكبار، نكتشف حالة الانبهار والإعجاب والترنح والإصابة بلون من الحماس الهائل مع القفلات. أم كلثوم تعلمت هذه القفلة من الأداء القرآني.